صحتك راس مالك برعاية أمنا. أهلا بكم معنا في هذا العدد الجديد لصحتك راس مالك. الاكتئاب ماشي حاجة سهلة باش نتخلصوا منها، هو مرض يصيب النفس والجسم. يأثر الاكتئاب على طريقة التفكير والتصرف ويسبب بزاف من المشاكل العاطفية حتى الجسمانية. صعب على الأشخاص المصابين بمرض الاكتئاب الاستمرار ممارسة حياتهم اليومية كالمعتاد، لأنه الاكتئاب راح يسبب لهم شعور بانعدام أي رغبة في الحياة. كما يعتبر الاكتئاب أحد الأمراض الأكثر انتشاراً في العالم. اليوم عاملين في المجال الصحي يتعاملوا مع الاكتئاب على أنه مرض مزمن كما يتعاملوا مع مرضى السكري، لكن العلاج السليم راح يمكن من المصابين بالعودة إلى حياتهم اللي كانوا مولفينها من قبل والاستمتاع بها. من أعراض الاكتئاب نلقاو فقدان الرغبة في ممارسة الأعمال اليومية، لإحساس بالعصبية والكآبة، لإحساس بانعدام الأمل، نوبات من البكاء تكون بدون سبب ظاهر، اضطرابات في النوم، صعوبات في التركيز، صعوبات في اتخاذ القرارات، زيادة ولا نقصان في الوزن، قلق وضجر، حساسية مفرطة، إحساس بالتعب أو الوهن، وإحساس بقلة القيمة. للوقاية من الاكتئاب لازم علينا نسيطر على التوتر، لازم يكون عندنا دعم من طرف الأصدقاء والأهل خاصة في فترات الأزمة، يمكن أن يساعد هذا على التغلب على حالة الاكتئاب. العلاج المبكر كذلك للمشكلة راح يحسن من الأعراض الأولى ويساعدنا على منع تفاقم الاكتئاب. العلاج الوقائي تاني طويل المدى راح يساعد ويمنع من تكرار أعراض الاكتئاب. صحتك راس مالك برعاية أمانة. نسيم راه في باريس في عطلة يستمتع بكل لحظة، ما عرفش واش صرا له، طاح ودار ترجي. فريق أمانة لقاو نسيم وراح العميل القوي رافقو في الحين. المستشفى تعالجت الإصابة والحالة سهلت بعد ما كانت صعبة. فريق أمانة للتأمينات، الحماية لتأمنكم. وهذه هي الحماية لتأمنكم. أمانة ليكم واللي عزاز عليكم.